اللهم بقوتك وجبروتك عليك بالطغاة المتجبرين، اللهم فل حدهم، اللهم انتقم منهم شر انتقام، اللهم سق الوبال إليهم، اللهم ابتليهم بداء ليس له دواء وبمرض ليس منه شفاء وبصاعقة من السماء، أرنا فيهم عجائب قدرتك، هم ومن والاهم ومن ناصرهم ومن عاهدهم ومن أيدهم ومن ثبتهم ومن أعانهم ومن ساعدهم ومن دافع عنهم، اللهم انتقم منهم جميعا شر انتقام، واحشرهم جميعا في جهنم يا رب العالمين، اللهم آمين آمين.